كل الضباط اللي هم فيها من المنطقة الغربية، أنا أذكرهم بأنه لولا فضل الله تبارك وتعالى وأن الله قيد لهم هذا الحليف التركي، هم يعرفون أنهم عندما كانوا في صلاح الدين وكانت المرتزقة تدكهم، لو لم يعني ييسر لهم الله سبحانه وتعالى هذا الحليف بطائراته التي دحرت العدو والمرتزقة لكانوا جميعا الآن أسرى في الرجمة كلهم، وإلا كانوا مطرودين هاربين من بلادهم. فكيف يسمحوا لأنفسهم أن ينحازوا هذا الانحياز الظاهر ويتركوا مهنتهم وعملهم المكلفين ويتركون عملهم، وهم يعني ليس من عملهم أن يتدخلوا في الشؤون السياسية